واصلت وزارة الداخلية في تسخير جهود رجالها بالنسبة للعائدين إلى أرض الوطن من الأراضي المقدسة وكذلك من عطلة عيد الأضحى المبارك عبر منفذ مطار الكويت الدولي، حيث كان واضحا مدى الاستعدادات المعدة مسبقا والترتيبات على صعيد جميع الأجهزة المعنية بأمن المطار. نجاح الخطة الموضوع بناء على تعليمات من سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكذلك سعادة الفريق فيما يتعلق بسير إجراءات الأمنية في المطار منذ بداية العطلة الصيفية حتى حلول عيد الفطر السعيد وبعدها عيد الأضحى ومغادرة الحجاج وعدتهم. الحمد لله رب العالمين، لقينا تعاون كبير من المسافرين وكذلك المستقبلين في سير إجراءات الأمنية. كان في توجيهات قبلها للمستقبلين في الحد من عدد المستقبلين، دائما كنا نلاقي شخص واصل من السفر مستقبلين 3 4 وكذلك عدد المركبات، لكن الحمد لله لقينا تعاون كبير من قبل المستقبلين هذه السنة. عدد المستقبلين قل كثير، كثير من الأشخاص لم يحضروا سياراتهم أكثر من شخص. الإدارة العامة لأمن مطار الكويت أعدت خطة خاصة للتعامل مع عودة الحجاج خلال الأيام السابقة، حيث كان العدد الأكبر من الرحلات والتي تتزامن مع عودة المسافرين من الإجازات، وذلك من خلال وضع إجراءات معينة لإبعاد الحجاج عن المسافرين العاديين، بالإضافة إلى آلية تنظيم جميع مداخل ومخارج مواقف السيارات الخاصة لمطار الكويت الدولي. بناء على تعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة الفريق سليمان فهد الفهد بشأن تسهيل إجراءات ووضع خطة محكمة بشأن عودة الركاب ومغادرتهم خلال الموسم الفات اللي هو موسم الصيف وموسم الحجاج وموسم إجازة العيد، تم الإنهاء من إجراءات الدخول والمغادرة، وعدد الإحصائية تقريبا حوالي 42,000 بالنسبة حق الإجمالي المنفذ الدخول والخروج. وبالرغم من عشرات الآلاف العائدين إلى أرض الوطن في أيام قليلة، إلا أن ما أعدته وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لأمن مطار الكويت الدولي بإجراءات ميسرة وتعاون وجهد مبذول من قبل رجالاتها أعطت صورة حضارية رائعة تبقى راسخة في أذهان المواطنين والوافدين. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.